ثانية. كان ليسون فايف أو اللي فوق آخر ليسون. فاكر؟ ليسون فور. احنا لسه ما خدناش ليسون فور عامة. ثانية. ليسون فور. ده أيوة، أول سؤال بقى. restoration ecology means. بص، هو احنا لسه ما خدناش الليسن ده، فطبيعي يبقى واقف قدامك يعني، فاحنا نحط الليسن الاول وهتلاقي نفسك انت بتعرف تحدد. تمام. تمام. طيب بص يا سيدي، هو الليسن ده فيه كده ما فيهوش اي حاجه جديده يعني، بس اللي هو يتكلم شويه عن لحظة واحدة، الكتاب قفل عندك؟ طيب ثانية. ايه تمام صح؟ تمام. طيب بص يا سيدي، هو هيتكلم لك بس عن واحدة اللي هي اسمها دكتور بيكي باراك. بيكي باراك دي دكتورة who's plant community ecologist، عالمة ecologist متخصصة في دراسة النبات. طب بتعمل ايه؟ قال لك she is a plant community ecologist. يعني ايه ecologist؟ أو يعني ايه plant community ecologist؟ يعني هي studies a group of plants، بتدرس على مجموعة من النباتات. طيب مالها؟ بتدرس على مجموعة من النباتات and gets to her to do her researches out in the natural areas. تبدأ إن هي تخرج في أماكن فيها نباتات فعلا حقيقية، وتعمل الريسيرشز أو الأبحاث بتاعتها في الطبيعة وهي موجودة وسط البلانتس اللي هي بتبحث عنها، أو الأنيمالز. وقال لك كمان ان من وهي صغيره she always loved the plants and animals since her childhood. من طفولتها وهي بتحب اصلا البلانتس والانيمالز. but she didn't know that there was a science through which. بس هي ما كانتش عارفه ان ده اصلا علم، ان اللي بتعمله ده مش بس حب كده واي حاجه كده، لا ده كان علم اصلا. which she can study plants and animals. ما كانتش تعرف ان هي ممكن تدرس الكلام ده. كمان she started to learn about ecology، بدأت ان هي تتعلم عن الايكولوجي. then she studied a class in restoration ecology. اهو restoration ecology يعني ايه؟ she means rebuilding habitats that are damaged. تبدأ ان هي تصلح الهابيتاتس اللي اصلا اتدمرت. يبقى restoration ecology يعني rebuilding habitats that are damaged. فهمنا؟ تمام. بعد كده عندنا الصورة الزرقاء اللي عند بتاعتي اختفت. ايه؟ الصورة الزرقاء جامدة ناحية اليمين أو أيوة كده تمام؟ تمام. عندنا بقى السيد ديسبريسل. السيد ديسبريسل ده يا سيدي بيبقى اللي هو خدناه احنا بقى في الكونسبت الاولاني، فاكره؟ اللي هو الانواع السيد اللي بيتنقل اه بالظبط كده، اللي هو يعني moving the seed from a place to another place، ان احنا هناخد السيد تتنقل من مكان للتاني. طب ده بيحصل ازاي؟ قلنا ان في طبعا many ways بيحصل بيها، قلناها في الأول concept. بس المرة دي دكتور بيكي باراك has learned many interesting things. اتعلمت هي بقى حاجات كتير، زي ان في different ways to transport أو displace their seed عشان ننقل بيها ال seed.
ومن الطرق ديت ان البلانتس، في بلانتس كده بتبقى عندها ستيكي سيد، السيد بتاعتها بتبقى ستيكي، بتلزق او بتلزق، فهي بتعمل ايه؟ ده تستيك تو هيومن كلوزس، اللي بتلزق في جسم الانسان. وبالتالي so human or animal can carry the seed، وبالتالي الإنسان أو الحيوان ده ممكن ينقل البذرة دي طالما هي لزقت فيه أو في هدومه، تبدأ إن هو ينقلها لمكان تاني أصلا لما السيد دي تقع منه. وبعض البلانتس التانية بيبقى عندها light seeds، بتبقى عندها يعني light seeds، بذور خفيفة جدا، فبالتالي دي بقى بتنتشر من خلال إيه؟ اللايت سيدز لايتز من خلال الويند. بالظبط كده، dispersed by wind. These seeds are carried away by wind to new habitats، بتبدأ إن هي تروح لمكان تاني أو مسكن تاني، to grow in other places، عشان تبدأ إن هي تروح لأماكن تانية. ميس، ده يا سيدي. اه هو لو جه قال لي there are plants not seeds that stick to human clothes or animals body، اقول لا، له قول sticky تاني كده، seed. قول تاني كده. لو جه قال لي there are plants with not seeds that stick to human clothes or an or an animal body. هي بتبقى ستيكي. تيجي اه طب هي اللي بتلزق بقى على جسم الإنسان، ليه يعني ما بتيه عندهاش ايه؟ باين، ليه بتلزق على جسم الإنسان؟ ما ما بيبقى بيبقاش ما بيبقاش عندها ايه؟ مش ما سامعك. بيبقاش عندها إنس. لا، هي بتبقى يعني الفكرة ان هي بتبقى ستيكي، يعني بيبقى فيها شوية كده مادة لزجة، فالمادة اللزجة دي هي اللي بتخليها تعمل كده، اللي بتخليها تلزق في جسم الإنسان، أو بتخليها تعمل في الحاجات ديت، أو في حتى فرو الحيوان بقى ممكن تعمل يعني كده. لو جه قال لي، يعني لو جه قال لي give reason sticky seeds sticky seeds of some plants can stick to human clothes or animal bodies، أقول له because it has some stick. اه ان هي ستيكي. Because it's sticky. او ستيكي، او اللي هي خدناها بقى في اول كونسبت خالص، ان هي هاف احيان بتبقى هاف ايه Wednesday. بالظبط. تمام. تمام. طيب لحظة واحدة بقى، عشان في حاجة بتحصل كده، حاول اظبطها. تمام كده، فهمت الليسون 4 ده اللي احنا ما كناش واخدينه اصلا. طيب يعني انت ممكن بقى تنتظر الفيديو اللي جاي، اه عشان هتبعته تاني بقى. خلاص شاركت صححت ده. ما فيش مشكلة. تمام، يعني انت في كان في حاجات ما كنتش عارفها طبعا كتير، عشان احنا لسه ما خدناش الليسون. ما فيش مشكلة، خلاص تمام نحلها. انا اه عندي قول معي. بحث المود الاكزام. ما احنا حاليا بقى نعمل كأننا كده بنعمل ريفيجن بسيطة خالص على الكونسبت التاني، ونحل ال نحل اللي معانا بقى، نحل اللي هو الكتاب اللي معانا على الكونسبت التاني كله، عشان كده ايه نجهز ان شاء الله ونعمل كويز قريب. ايه رأيك؟ تمام. تمام. في أي حاجة صعبة بالنسبة لك ممكن نشرحها تاني؟ لا لا، كل فرق. تمام. هو بس كان لسه مفر اللي انا كنتش فاهمه كويس، بس وما احنا كده كناش لسه خدناه، انا ما اعرفش انت حليت الهومورك بدري قبل ما احنا ناخده اصلا، بس مفيش مشكلة. شاطر يا كريم.
تمام. تمام. واحنا لسه ممكن نحل، عشان هما اتنين مود الإجزام، ممكن نحل واحد دلوقتي الحصة ولا ناخد واحد درس رابع. لا واحد احنا مش رابع؟ هناخد درس جديد، لا احنا هنحل الاكسرسايز اللي مش محلولة في الكتاب. بس انت فكرني كده، احنا مش حلين بيج كام وكام ونبدأ ان احنا نحلها. ايه في المودل اكزام انا عندي لا من اول الكونتنت التاني، يعني احنا سايبين حاجة في نص كده، مثلا في الاكسرسايز بتاع ليسن 3 او الاكسرسايز بتاعت ليسن 2، الحاجات دي. كنا واخدين في ليسن 2 صفحة، 3 صفحات هوم ورك، طيب في ودلوقتي حاجة مش محلولة صفحتين، في صفحة كام؟ طيب قولي كده. صفحة 78 28 79 طب ثانية واحدة لحظة. هو انا فاكره ان انا كنت حللهم معاشي يعني، بس ما حليتهمش في الكتاب. انت بتقولي صفحة 28، 78 الشاشة باينة عندك مش كده؟ اه طيب 78 بتقول، معلش. 78 اللي بعديها، اللي بعديها، لا لا ايوه واحدة من دي، وإيه كمان؟ و79 تمام يلا نحله، خلينا في وايه 78 الأول. تمام. يلا The procedure that takes place inside blood through which we can get oxygen. The process اللي بتاع بروسيس الفينس، تحصل الايه الفينس دي بروسيس يا راجل. processor while ثواني inside plants through which we can get oxygen is ايوه a vial، بص مش يا vial كريم، مش vial مش بروسيس بروسيس بيحصل من خلالها، بتحصل جوه النبات ومن خلالها we can get oxygen. photosynthesis process. Photosynthesis process. Bro. Number two. It is the primary source of energy for all living organisms in other earth plants. Plant. تمام برافو. A نمبر type of 2 living organism that can produce its own food by absorbing sunlight. فوتوسينس، لا البروديوس type of living organisms can produce الهيدروجين فود باي ابسوربينج البلانت، a plant اللي هي اسمها ايه، اللي هم اسمهم ايه يعني، البلانت ده اكزامبل عليها، بس هو نفسه اسمه ايه؟ ثواني بروسيسور بروديوسر. producer. بروديوسرز تمام. نمبر فور
The sugars that is formed inside plant during photosynthesis اسمه السكر. glucose. glucose. برافو، نمبر 5. انا ما The gas that is present in air and nutrients for the formation of plant food. The gas that is present in air and nutrients. Carbon dioxide. Gas. كاربون دايوكسيد. برافو، عادي لك هتختصر CO2. عادي دلوقتي، لكن في الامتحان الامتحان لا. نكتب كاربون دايوكسيد. The gas that is produced by photosynthesis process oxygen. تمام، Living organisms that both humans and animals need to survive. Plant. تمام. Living organism that both human and animal need to survive. Growth. Plants. أو البروديوسر. تمام. A group of living organisms that can live on distinct dead organisms. ثواني كان اسمها ايه؟ primary معلوماتك. و secondary لا لا لا، هي tertiary. بتعيش على ال decaying dead organisms، يعني بتعيش على بقايا الكائنات الحية. ايش على بقية الكائنات الحية؟ مش فاهم السؤال. decaying تحلل، بتحلل الكائنات الميتة، قصدي مش الحية، الميتة dead organisms. الصيف مش فاكرة؟ الصيف لأ، ال decomposers. ما هو بيقولك living organisms. دي كمبوت. دي كمبوسترز. ميس السترة. معاك يا كريم، سامعني؟ اوكي. نمبر 9 بقولك. Number nine, it is a process through which decomposers can recycle nutrients back into the soil. العملية بقى نفسها دي اسمها ايه؟ ثواني. لا مش فاضي شيء. لا لا، decaying، التحلل نفسه. اسمها ثانية واحدة. decaying يا كيم. ديكين. decaying اللي هي مكتوبة فوق ايه؟ لقيتها؟ تمام. It is a model that shows how energy flows from one organism to another in an ecosystem. ايه البروسيس اللي لا، إيه لا الموديل مش بتاع It is البروسيس. a model that shows how energy flows from one organism to another in an ecosystem. Food chain. The animal that is eaten by another animal برو، consumer. لا، الايتن، الايتن اللي هو بيتاكل. consumer لا، بريديتور ولا بري؟ اللي بيتر بي بري
جو. There consumer that hunts and eats another animal's predator. بيدي خليك معايا لحظة. تمام. انت سامعني مش كده؟ اه تمام. وانا على ما اعتقد ان انت داخله في حسابين، فعشان كده لا هو انا بس كان عندي مشكلة في الاول في الحساب الاولاني، فاتظبطت يعني الحمد لله، فهفتح منه افضل، الشاشة بتبقى احسن يعني، بس بجيب بس اخر حاجة الكتاب واخرج من الحساب ده. كده تمام يا كيمو، سامعني تمام كريم؟ ميس، تمام معاك انا. يلا نكمل. complete the following sentence. Complete all living organisms need producers to do their activities and to carry food. need Right? Food. لا مش فود، ماشي، ما هي اكيد محتاجة فود. طب بتاخد ايه من الفود ده؟ Energy. energy، تبقى هي need energy. تمام. Sunlight energy converts oxygen and sugar into glucose inside the plant leaves. برافو. بس انت قلت اكسجين اه يا راجل. اي مش بتحول الأكسجين والشوجر. اه لا مش بتحول الأكسجين، أول مين تخليه جلوكوز؟ هي بتطلع جلوكوز، لكن هي بتاخد ايه؟ بتاخد كربون دكسيد وصن لايت. ماشي، يبقى الـ sunlight بيساعد الكربون دايوكسيد، برافو عليك، and water into glucose، بيحول الكربون دايوكسيد مع الوتر يخليهم جلوكوز. يبقى water and sunlight and water. لا هي الـ sunlight اصلا اهو هو اللي بيخلي الكربون دايوكسيد مع الووتر يدوني جلوكوز. وجود يعني هنا لازم يكون في سان لايت، لو مفيش سان لايت ده مش هيحصل. يبقى كربون دوكسيد ووتر. بالظبط كده. بص، humans and animals cannot produce their own food. can't produce their own food, bro. Plants produce and not during photosynthesis process oxygen and glucose. The glucose, bro. Number During five. living organisms include transfer and decompose. Includes producer
برافو. producers consumers decomposers number 6 Decomposers are not dependent on producers to get their energy. Decomposers and consumer. Rogue consumers. The most common producers are plants. Blanks, rogue. The light energy of the sun cannot flow directly to consumers and decomposers. Broke. احنا Input حلينا 9 ولا ما حليناش؟ يعني البيج اللي جاية دي حليناها ولا لا؟ لا بس طب يلا بينا. the input chain the energy flows from A to consumer to a secondary consumer from a primary برافو. primary consumer. decomposers are responsible for decomposers are responsible for not nutrients to the soil that are needed for plant growth. These are responsible for كده ولا لا؟ decomposers are ريسايكلينج. أو ممكن نقول ريتيرن. الاثنين هيبقوا صح. أنا لو كانت مفيش كلمة نوترينز كنت هقول ترانسفير تو سويل. اه ماشي تمام. يلا جيب ريزون. ريزون humans need to eat some animals and plants to get energy. to get energy. Sunlight is important for all living organisms because it grows plants. لا احنا النهارده خدنا ان السان لايت ده، او خدنا في الكونسبت التاني يعني ان السان لايت ميك او او ميك كاربون دايوكسيد جاز يتحد مع مين؟ بيتحد مع الوتر. دايوكسيد جاز. برافو عليك. combine with glucose water. water and meat glucose بالظبط كده. to produce عشان نطلع الجلوكوز. فهمنا؟ meat consumer depends on producer to get their energy. أني واحدة بس لا مهم. consumer dependent on producers to get their energy. ايوه هي بتعمل كده فعلا هو بيقول لك give reason ليه.
to get energy. تو جيت انرجي. تمام، ما هو كتب جيت انرجي ليه برضو؟ عشان الكونسيومر كانت to live. ميك consumer can't make his own food. بالظبط can't make their own food. تمام يلا بينا نمبر فور. تمام. soil fertile depended on decomposer. because it transfer energy to the soil. بالظبط، او ريسايكلينج ان هي يعني بتعمل ديهيينج للديد اورجانيزمز او للديد ليفنج اورجانيزمز وتعمل ريتيرن للنيوترينتس باك تو ذا سويل. يلا نمبر 7، وات هابنز اف، ولا لسه بتكتب؟ Recycle nutrients. تمام. تمام يلا. نمبر 8، there is no sunlight research the Earth's surface. أصلا مش هيبقى في حياة. No life no living organism. is impossible، هتبقى مستحيلة الحياة. ليه؟ لأن احنا we get energy and oxygen from the plants which is get their energy from sunlight، فمش هيبقى فيه أصلا لا plants ولا human ولا أي حاجة. عشان يبقى اصلا انا life will قلت be impossible. بلانت هناخد الاكسجين من بلانت فمش هنعرف اه انه بالظبط. no living changes. بالظبط تمام. All primary consumer appear from a disappear from a certain food chain، يعني disappear. يعني اختفت. third chain can't get on food أو can't get energy. مش بس السكندري، لان يعني اه تمام تمام ماشي، برافو عليك. يبقى السكندري كونسيومر ويل داي، اور يعني هما يا اما هيموتوا يا اما go another place to search for their food، عشان يبحثوا بقى على غذاء تاني. تمام، يبقى يا اما ال secondary consumer will die، وال tertiary كمان will die or move to another place to search their food. Number 3، all types of decomposers are absent from an ecosystem. All types of decomposers are absent from an ecosystem. Plant can't get nutrients from soil. ايه Plants can get nutrients from soil. تمام ماشي. يبقى the soil isn't be fertilized or won't be fertilized، مش هتبقى مخصبة، because the nutrients don't recycling، ما حصلهاش اي recycling ولا returning back to the soil. برافو. Number 8، from the following food chain by using the words between breaths then complete the sentence below. عندنا duck وعندنا grass وعندنا fox. I think أول حاجة ده قبل كده. حليناها بس ما حليتهاش. ممكن طب أحلها حلها، بعد. احلها as a homework. طيب ماشي، ماشي، حلها homework وبعتيلي. هي سهلة أصلا.
ايه؟ سهلة. ايوه طبعا. طيب شوف كده في ايه عندك تاني مش محلول. في صفحة رقم 80، خليها برضو همورك عشان احنا برضو خليناها. 80 خليها همورك عادي برضو سهل، حليناها مع بعض. ماشي خليها هومورك. طب ايه رأيك بقى، تعالى نتفق على ميعاد الكويز قبل ما نقفل. عندك وقت تذاكر فيه يعني تخلص فيه اول كونسبت وتاني كونسبت مع بعض لحد امتى تقريبا؟ خلصهم مذاكرة بس انا مش عايزة اقل من الدرجة النهائية. في الاختبار اه تاخد وقت قد ايه وتكون ذاكرت اول two concepts تمام جدا كده؟ والفود تشين سهل. ماشي. طب واول concept بتاع البلانت والاكزايلم والفيلم وكل ده؟ الاكزايلم تحب مثلا اعمل لك ريفيجن عليه بكره وبعد ماشي، لو كده نشوف وقت؟ اصلا مش فاهم الهارت وال اصلا مش فاهم الهارت والنيرف الحاجات دي، مش ما فاهمها فيش، كويس. نعملهم تاني، نعمل اما ريفيجن عليه وافهمهولك بكرة. بقى الكونسبت فاهمه، ايه بقى الكونسبت فاهمه اللي هو ليسون ثانية. فور ليسون فور تمام، ما فيش مشكلة. تمام. خلاص بص يا كريم، بكرة نعمل ريفيجن على الكونسبت الأولاني والجزئية اللي انت مش فاهمها دي، وبعدها تقول لي بقى انا هبقى جاهز للامتحان يوم كذا. تمام ونمتحن. يلا شوف كمان اي حاجة تاني مش فاهمة جاهزة وبكرة نشرحها. ماشي اتفقنا بس إن شاء الله كل سهل. ان شاء الله. ماشي يا كيم، يلا عايز حاجة؟ شكرا. أيوه.